فرقة. عنك عنك مرت عمي. قولي على انت وجعتك؟ وجعتك مرت عمي؟ يعني انا اسفة. هذا اجى خليك عمو، انا بفتح له انا. الله يرضى عليك يا عمو. صدق سمعان؟ هاي الفلافل يا مو، يلا كلي لك وحده سخنه قبل ما تبرد. شو اكل ساندويش انا؟ هلا بجهز العشاء بناكل كلياتنا سوا. قوم حطهم بالمطبخ خلصني. حاضر يا مو حاضر. انا 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 باخذها عنك بتحطهم على المطبخ لجوا، انت خليك مرتاح جنبي ماما قضي جنب امك يعني. لكن خلي لي اياك يا بشوت شو مزوقة انفقي انفقي. اهلين يا مو اهلين، شايفه ماجيده مقروقة ما طولت. يعني ما طولت هي بنوب. مرت عمي ما بعرف، انا حاسه هيك كانك زعلانه مني. وليش لحتى ازعل منك بعدي؟ طالما طلب لابوكي ما لبيتي، ليش لازعل ابوكي هاد؟ ايه مزبوط مرت عمي، مزبوط ابوي هذا، بس يعني انا كان لازم اكون، ما كان لازم اوعدك يعني انه انا اوظف لك بنت اختك، كان لازم اكون صريحه معك اكثر واقول لك اني انا ما بقدر اوظفها. ايه بس يومتها ما ادري شو صار لي، استحيت منك ما قدرت اقول لك ما بقدر يا مرت عمي، ما قدرت. حبيبتي عذر اقبح من ذنب. بكل الأحوال أنا غلطت بحقك مرت عمي، بعتذر منك وبترجاك تسامحيني. الله بيسامح الجميع. يعني صافي يا لبن يا مو، كرمالك أنت بس. ها الله الله يكرمك ويعلي مقدارك يا ست الكل. أنت الحمد لله على سلامة الوالد، رحنا اليوم على المستشفى وطمننا عليه، الحمد لله أموره كثير عاد. تسلم عمو كلك ذوق. كأنه هالمستشفى اللي حطيتي فيها أبوك كتير نظيفة ومرتبة. كل ما شافينا هيك نظيفة ومرتبة مرت عمي. لا بس هي المستشفى غير شكل، دكاترتها بيلبسوا أبيض مو أخضر، أكيد غالية. مثل كل المشافي. يا حصرتي الله يعينكم، وأبوك يا حصرتي ما عاد مثل أول. يعني منين بدكم تدبروا فواتير؟ الله يعينكم. بعين الله خالي، بعين الله. تقبرني هادي وسيتي عندك أنا ساعدهم، حصرتي ابنهم ببلاد الغربة رامز يعني الكبير، وما في مين يصرف عليهم، بركي بتدبر لهم قرشين ثلاثة وتساعدهم بفاتورة هالمستشفى. لا تكلي هم يا مو، خلاص ما بقصر إن شاء الله. أي محط مخلل وساوي لكم شاي. ماجدة أنا ما في داعي تحكي شيء، بالبيت بنحكي كل شيء. ألو مساء الخير نجاح، كيفك؟ أنا آسفة ما أكون أزعجتك بهالوقت. شو عم تعملي؟ ليكي حبيبتي شو بدي أقلك؟ بلتا عندك شي كليان ثلاثة كوسة محفورين وجاهزين؟ لا شو بدك ياهم؟ هلا بدك تحشيهم تطبخيهم؟ صدقيني ما عندي شي جاهز. شو رأيك بكرة بشتري لك كام كيلو كوسة بحفر لك يا، وإذا بتحبي بحشي وبطبخه وبجهز لك يا. طيب خليك على الخط لو سمحتي. نجاح عم تقول إنه هي بكرة بتشتري الكوسة بتحفرهم وبتجهزهم وبتطبخهم، بتاكل من أكلها ولا بدك تستناني لأرجع من وظيفة على البيت وأطبخهم أنا؟ مثل ما بدك، ما بفرق معي أنا. طيب نجاح بكرة اشتري لي 3 كيلو احفريهم وجهزيهم على الغداء. إيه؟ لا مو كتير 3 كيلو لأنه بدي إياهم على يومين. طيب حبيبتي شكرا كتير إلك سلفا، تصبحي على خير. يا لطيف ما اسكها، بتعرف انه شو ما قالت لي هلا ما رح قلها لا، قامت دقت الحديد وحامي واتصلت بجارتها وامنت اكل لبكره مشان تعودني هالعاده لقدام. هي كل جديد اكلنا، الله يعلم قديش صارت النتيجه. قولي شو؟ ما مليتي من الأغاني السخيفة؟ طفي التلفزيون وفوتي نامي بابا. بابا خليني شوي، الله يخليك. ما في ولا شوي، يلا لشوف على تختك يلا. حاضر. شو هالجيل هذا حبيبي، والخانم كمان فاتت على أوضة النوم، ما
مطموزة من الحال صراحة. منين بدك تلاقيها لك يا ابن الهدود؟ الله يهدئ بالك. تفضل هلأ فيك تقول يلي كنت بدك تقوله. شكرا كثير لك ماشدة لأنك رضيتي أمي. حال الله تكون رضيت. لا أكيد رضيت. منيح لي لسه لك خاطر عند أمك، ولولا هيك ما كانت قبلت اعتذاري. هلأ ما تحسسي كثير، كرمالك كرمالي كرمال قرود السود، المهم أنها رضيت وانحلت المشكلة. إيه بس مو بكرة تدرى أني دفعت فاتورة المستشفى عن بابا تقوم ترجع تغضب علي من جديد. شو؟ ليش سكتت؟ شو بدك يعني قول؟ قول ما بدي حبيبي، بدي اياك تسمح لي ادفع فاتورة المستشفى عن بابا وبس. اعملي اللي بيريحك. بس منين بدك تجيبي؟ لا تخاف علي، بدبر حالي. كيف بدك تدبري حالك؟ بعدين بقول لك. تفضل حبيب قلبي، هي بجانبك. يسلموا ايديكي. ايديك حبيبي. يا لطيف ماسكها، استبقت كل الحوادث واخذت موافقتي على دفع الفاتورة من عدم اقدر ناقشها. يعني بالعربي الفصيح سلختني جول. دعيني ابحر في سواد عينيك، دعيني اتدرج في حمرة شفتيك، دعيني أتمرجح بين رأسك وكتفيك، دعيني أقبل الأرض تحت قدميك. صباح الخير. أهلين مدام. صباح النور. اتصلي بالأستاذ شاكر خليجي لعندي فورا. شو بكي؟ ما في شي يعني. بس بس شو؟ مدام حضرتك متأكدة إنه الأستاذ شاكر صار يحترم النساء ويعاملهن بلطف؟ ليش ما لاحظتي هالشي؟ عفوا مدام، اسمحي لي أقول لك إنه لا تغير ولا شيء، لساته مثل ما هو، بيكره النسوان كره العمى، وكل ما بحكي بيعيط علي. معه بيتغير. اتصلي فيه بعد شوي وخلي أبو فاضل يجيب لي فنجان قهوة. حاضر. ألو. أهلين. شو بدك؟ ايه بعد شوي بروح لعندك. هلا مالي فاضي، عندي شغل. اشو هاد دبقتني على روح يا شاكر وتعي يا شاكر، ما لقيت غيري. مالي رايح. لا بدي روح، احسن ما يزعل السيد الوزير ويزتوني بالمالكية. الله يسلم الديات. بدي اجيب لك علبة نيدو، بس مو تشربها انت لابنك. الله يخلينا اياك. تفضل استاذ. الله يسلم هاليدين يا ابو سعود. الله يسلمك. تفضل. اهلا يا حبيبي. يسلم ويسلم. اما شو هالمدام ماجده؟ يا سلام، امبارح صارت حديث المؤسسه كلها. اوف، شو عم يحكوا عنا؟ لا تخاف، ما عم يحكوا عنا بالعاطل بنور. شو عم يقولوا؟ يعني حديث التدشين وكيف رفضته يعني. شلون ردت الفعل كان؟ يعني ناس مع وناس ضد، بس الاكثريه معه. وانت استاذ امجد هذا رايك؟ اللي انت رايك وبعدين بقول لك رايي. انا رايي انه الست ماجده عملت الشيء اللي لازم يعمله اي مسؤول. انت هذا رايك؟ طبعا. انا رايي غير هيك. شو رايك؟ انا رايي انه مصلحه الوطن فوق اي مصلحه. طبعا. شو يعني؟ فهمها مثل ما بدك، المهم ما بتحرف بكلامي اي حرف. أستاذ شاكر، أدريت شو صار مبارح بالمعمل بعد الظهر؟ شو صار؟ يعني ما أدريت؟ ما أدريت. بس مدير المعمل قال لي إنه خبرك. أي صحيح، خبروني وقالوا لي إنه في كم آلي واقفة. وليش ما رحت على المعمل شفت شو المشكلة؟ مو شغلتي. ها، لكن شغلت مين؟ هاي شغلة المهندسين والعمال المختصين وورشة الصيانة والإصلاح. أستاذ شاكر، بحب ذكرك
لو الحكومة شايفة إنه المهندسين والعمال المختصين وورشات الصيانة بكفوا لحتى يمشوا المعمل، ما كانوا عينوا مديرة عامة ونائب مديرة عامة. شو؟ ليش سكتت؟ شو بتريديني أقول؟ قول ما بدي، فعل بدي. شو بديك؟ بدي إياك تروح هلأ على المعمل وتفتح تحقيق بالشي اللي صار، بتاخد إفادات كل واحد له علاقة بالمشكلة، تكتب لي تقرير مفصل وبتجيب لي إياه بأسرع وقت. حاضر. أستاذ شاكر. نعم. دومت سكرتيرتك وفاء اليوم؟ بعدت وراها ولسه ما اجت. ما جبت لي تقرير بالايام اللي غابتهم عن الشغل؟ موجود عندي بالمكتب، ببعث لك اياه مع احد المستخدمين. لا، اليوم بتروح على المعمل وبكره بتجيب لي التقريرين مع بعض. حاضر. ايه بده يضل يقول لي حاضر لحتى يقولها من كل قلبه. الله ينعل هالزمان اللي خلى واحد مثلي يقول لمرة مثلها حاضر. صباح الخير استاذ شاكر. اهلين مدام وفاء، اجيتي بوقتك. خير، شو صاير؟ فوتي فوتي بنحكي جوا. تفضلي مدام. خير، شو صاير؟ شو في؟ القصة وما فيها يا مدام وفاء إنه أولاد الحرام فاسدين عليكي وحاكين للمديرة العامة إنك أنت ما عم بتداومي عندي كسكرتيرة وإنك عم تقبضي رواتبك بدون ما تشتغلي شيء. قامت المديرة العامة الله لا يوجه للخير بدها تعاقبك وتخصم منك أجرة كل الأيام اللي غبتيها. إيه، وأنت شو قلت لها؟ أنا يعلم الله دافعت عنك ومدحت فيك كتير ونفخت ومجدت بالسيد الوالد، بس هي المديرة العامة نفسها جئمة وشايفة حالة ومفكرة إنه ما في حدا بيقدر يكسر لراسها. أي مو مشكلة، منكسر لها. يا ريت يا مدام تحكي مع السيد الوالد يتصرف بسرعة قبل ما يطلع قرار الحسم وساعتها بصير صعب حل. طيب أنت وقت اللي سألتك شو جاوبتها؟ قلت لها عم داوم ولا لا؟ شوفي، أنا كنت بالأول بدي غطي عليكي وإلا أنه عم بتداومي، بس خفت تطلبك فوراً وما تلاقيكي فاضطريت يعني إلا أنه ما عم بتداومي. هيك لكان. أنت لا تهكلي هم ولا تهزي بدنك، تليفون صغير من السيد الوالد للمدير العام بيخليها تخرس وما تحكي معك ولا كلمة ولا تدقق عليكي إن داومتي لما لقى. وهذا اللي حيصير. إمتى؟ هلأ. ألو. نعم، أنا المديرة العامة ماجدة نظمي. أهلا وسهلا. يا أهلين. إيه أيوة، تكرم عينك. على عيني، خليها تجي لعندي. ماشي، مع السلامة. أهلا وسهلا. هي تحضر وبيحضر واجبها. إيه بابا، شو صار معه؟ هو هيك قال لك؟ وليش لحتى روح لعنده؟ طيب ايمتى روح لعنده؟ طيب ماشي، بس لأطلع من عنده بخبرك شو صار. باي. مشي الحال؟ لازم يكون مشي الحال، بس حضرتها طالبتني لعنده. قال شو؟ بدها تتعرف علي. ما قلت لك تليفون صغير وبتنحل المشكلة؟ أنا مو لازم أروح لعندها، بس صار عندي فضول روح أتعرف عليها. إيه روحي لعندها وتعرفي عليها ورجعي لعندي خبريني عن انطباعك عنها. ماشي. وهيك بتكون السيدة ماجدة نظمي علقت بالشبكة، لنشوف شلون رح بتقدر تطلع منها. مرحبا. أهلا وسهلا مدام وفاء، وشك ولا القمر؟ فشر القمر. إيه طبعا، انتي احلى من القمر بكتير. شو اخبارك؟ بعدين نقعد سوا بحكي لك اخباري. اللي لي بالاول، مين اللي خبر المديرة العامة اني ما عم داوم؟ ما بعرف. سماح وحياتك، عندي ما بعرف، هي اول مرة بسمع هذا الحكي. طيب في حدا عندها؟ تفضلي. اذا عم تزعجك اللي لي مشان احكي لك معها. شكرا كتير، ما في اي ازعاج.
ادخل. قلتي لي مدام وفاء شو صار معك؟ لساتك قاعدة ببيتك وعم تقبضي راتبك؟ طالما الأستاذ شاكر بمصر أنا قاعدة ببيتي. مين الأستاذ شاكر؟ معاون المدير العام. أنت بتقربي؟ لا بس البابا بيمون عليه وما بيقدر يرفض له طلب. ليش؟ مين البابا بلا زغرة؟ يا ستي أبوها للست وفاء رجل مهم كتير بالبلد وكلمته ما بتصير تنتهي. حضرتك وين موظفة؟ بالشركة العربية الموحدة. عندي؟ إذا حضرتك مانك موظفة أنا ممكن أحكي لك مع البابا، هو بيأمر الأستاذ شاكر والأستاذ شاكر بيوصفك وبيقعدك ببيتك وبيعطيكي معاش كمان. يا ستي كتر خيرك، عن جد أنا ما حأنسالك هالخدمة أبدا بحياتي كلها. ويا ترى بتقدري توصفي كمان أختي بنفس الطريقة؟ يعني تقعد ببيتها وتقبض راتبها؟ هو بصير بس أختك بدها تستغنى عن نص راتبها. شلون يعني؟ يا ريت توضحي لي هالفكرة أكثر. إيه سماح شو بدك؟ أهلين مدام وفاء، أهلا وسهلا. نعم شو بدك؟ الله ينعم عليكي، تذكرتيني ولا ذكرك بحالي؟ ما في داعي تعزي حالك، تذكرتك كتير منيح، هيك رح توفري علي وعلى حالك جهد كبير. يا ريت تدخلي بالموضوع فورا، أنا مستعجلة. وعلى شو مستعجلة؟ عندي شغل. هون ولا بمحل تاني؟ مدام ممكن أعرف ليش قلتي له إنه بدك تقابليني؟ عفوا مين هدول اللي قلت لهم؟ اللي حكى معك بالتليفون. إيه تذكرت، كنت حابة أذكرك بحالي بس طالما طلعت ذاكرتك قوية كتير وتذكرتيني بسرعة انتهى الموضوع، بإمكانك ترجعي لشغلك. إيه سلميلي على مدام نجاة. وين رايحة؟ ما دخلك. أنا لما قلت لك رجعي لشغلك كان قصدي إنك ترجعي لمكتبك عند الأستاذ شاكر وتشوفي شغلك، وبخصوص الأشهر يلي غبتيها الأستاذ شاكر رح يرفع لي تقرير فيها وأنا رح أصدر قرار بحسم أجرتها من رواتبك القادمة. هيك لكم؟ إلا إذا حابة تستقيلي وتقعدي ببيتك. إيه بسيطة. إيه بسيطة، الفايت بيهدد والطالع بيهدد. يا حبيبي عشنا وشفنا. مدام وفاء شايفك معصبة، شو صار معك؟ هلأ بتسمع. أي بابا رحت لعندها وطلبت مني إني داوم كل يوم مثل بقية كل الموظفين، وبدي ضل آخرة الدوام لثلاثة ونص، ما بقدر. حاضر. فاهميني شو صار؟ وين مفتاح مكتبي؟ لشو بدك يا؟ بدي داوم فيه. بس اليوم لبين ما يكسروا له راسه. اذا هيك اهلا وسهلا فيك. وهي مفتاح مكتبك، تفضلي. مدام وفاء إذا حدا سأل عني أنا بالمعمل. لك يا حبيبي يا قلبي يا روحي، كم مرة بدي أقول لك ما بيمشي الحال بده يجي أبوه؟ هيك قال لي بزاهر. لك تضرب أنت وأب زاهر، روح ما بيمشي الحال، شو دخله أب زاهر؟ لسه أب زاهر. لا تحاول لا تحاول، ما بينفتح معك منزوع. الله يخلصني من هالطاولة على أهون سبب. علي صوتك بركي بيسمعك جوز الست بيغير لك إياها. أنت نقطنا بسكوتك وأنا بألف خير من الله. على غير العادي هالمرة غسام معه حق. يا أخي شي طبيعي إنه يكون عندك طاولة مثل طاولاتنا، على الأقل تنفتح دروجة. اكتب طلب لمرتي،
اكتب طلب للسيدة المديرة العامة وأنا بقدم لك إياه. ما في داعي عزبك، تعودت على هالطاولة ومش الحال. أمجد ما هيك قصده، بس هو خايف يعني تطلع عند السيدة المديرة العامة وتطلب منها هيك طلب صغير وتقوم تخجلك مثل ما خجلتك بالمرات السابقة. ذكرني أمجد شو قلت له قبل شوي؟ آه إيه ذكرت، نقطنا بسكوتر. خلاص غسان. أمجد على راحتك، ما بتحب تقدم طلب تصطفل، أنا رح أقدم لك إياه وجيب لك الموافقة عليه. زيح هيك. لا تخاف. قلتك بيطلع بإيده يجيب الموافقة؟ تفضلي سيادة المديرة العامة وقعينا على الطلب. وين صاحب العلاقة؟ ليش ما هو مقدم لي الطلب بنفسه؟ صاحب العلاقة كتبه وطلب مني إني أقدم لك هذا الشيء، في مخالفة للقانون؟ تفضل ارتاح. شو يعني ما راح توافقينا على الطلب؟ تفضل ارتاح لحتى نحكي بموضوع الطلب. حاضر، غيرت احنا. تفضلي. أنا بفضل يا أستاذ هادي إنه كل موظف له طلب عندي يقدمه بنفسه، وما بريد حدا يحكي ويطلب عن حدا وخصوصاً أنت. ها، وليش خصوصاً أنا؟ يعني كونك جوزي بخاف الموظفين يصيروا يستغلوا هذا الشيء ويمرقوا طلباتهم عن طريقك. لك شو عم تحكي أنت ماجدة؟ أصلاً الطلب اللي طالبه أمجد كتير سخيف، طاولته الرجل مهرهرة رح تسلت لحاله، طالب مبدل له يا هي القصة. وأنا ما لي اعتراض على هالشي، خلي هو يجي بنفسه يقدم لي الطلب وأنا بوافق له عليه فوراً. أعطيني ورقة فاضية. مشان شو؟ لك أعطيني عاوزها هاتي. تكرم عينك. وهي ورقة بيضة. شكراً، والقلم بالله. تفضل. شكراً إليك. تفضلي. السيدة المديرة العامة المحترمة، مقدمه هادي هدهد رئيس الذاتية، يرجى الموافقة على استبدال طاولة في الذاتية لضرورات العمل وتفضلوا بقبول فائق الاحترام. ها، وهي اسمي رئيس الذاتية، وهي هادي هدهد، الله يهدي أعصابنا، وهي توقيعي، وهي التاريخ. شرفي. وهي أنا صرت صاحب العلاقة، وقعي. تكرم عينك. إلى المستودع لتلبية الطلب بالسرعة القصوى، وهي توقيعي. تكرم عينك. تفضل. يسلموا، الله لا يحرمنا التوقيع. أنا بهنيك يا أستاذ هادي على سرعة بديهتك وعلى حسن تصرفك وعلى غيرتك على راحة موظفينك. شكراً إليك على البديح. الحمد لله اللي قدرنا نفوت جول قبل ما تخلص المباراة. وأنت الصادق إجت بالعارضة. المرة الثانية بدي شو طابوز. مانو عارفان إذا شو طابوز رح تجي برا. تعرف احلى شيء هلا المديره العامه تقول له ما عندنا طاوله وتقول له مو فارقه معي بنوب. ايه بس هادي بتفرق معه. شو بدها تفرق؟ يعني هو جوز الست المديره العامه وما يقدر يجيب هيك طلب. كبيره يا اخي بالمجد، ما تقول لي ما كبيره، كبيره كثير، وخاصه اذا وصل الخبر لرويتر وراح تطشت الخبر بالمديريه كلياتها. يعليم الله لا يلبس ملاي وقده يتفتر بالمديريه من خجله. حيو بالمجد. شرف سيدي، هاي الموافقة، بوشك على المستودع وجيب الطاولة. الله يخليناك يا أبو الهد. هات لشوف. كفو كفو يا أبو الهد، والله يا هيك بيكون جوز الست المديرة العامة يا أما بلا. إن شاء الله بتهريها بعرق العافية وبتشوف على وش الخير. شرف سيدي، وهي مهمة مشان تروح على المستودع وتستلم الطاولة. الله يخلينا ياك، بس المستودع بعيد. اي ما مشكلة، هلأ أبو الهد بيرفع تليفون للسيدة المديرة العامة، بتبعت لك سيارة من المرقاب، بتاخدك بتجيب المكتب، بترجعك محمل أنت والمكتب لهون على المكتب. اي شو عليه حقه؟ ما في داعي، ما في داعي أبو الهد. مدير المرقاب واحد أكابر مرتب، إذا عنده سيارة ما راح يقصر. سلام عليكم. الله معك. والله وزبطت معك يا درسان هالمرة. انت امتى بدك تبطلها هي تبع مرته المديره؟ لا لا تفتح، لا تقي. احسن شيء تسلمي من دام نجاح، بركي هي بتقدر تصلح الامور اكثر من بابا.
الو. اهلين اهلين مدام وفاء. لا لا طبعا اكيد معقول ماني نسيان ابنه. يا ستي ان شاء الله على 3 بكونوا جاهزين. اجيهم للساعه 6؟ ايه مثل ما بدك. ممكن اطلب منك طلب تاني؟ ممكن تجمعيني بجارتك اللي التقيت فيها عندك؟ شو بدك منا؟ ما في شيء، بس بدي اسمع النكتة اللي ما رضيتي حضرتك تحكيها المرة الماضية. ايه بس ما في داعي للإحراج مدام نجاح، أنا عرفت كل شيء، وإذا بتعزيني أمني لي لقاء عندك اليوم معاها، في كلمتين بدي أحكيهم معاها برات المديرية. يا ستي تكرم عينك، بس تجيب إلا، وإذا رضيت بخبرك. طيب، عم انتظر منك تليفون، مع السلامة. حساب نجاح رح يجي بعدين، كان لازم تنبهني فورا انه جارتها مديرة عامة. بسيطة. استاذ موفق، باعتبارك مختص بالامور المالية، لو كان هالمعمل الك وعم يخسر، شو بتساوي لحتى تخليه يربح؟ يعني اول شي بصرح كل العمال والموظفين اني ما لهم حاجة. هي شوي صعبة، غيره. بلغي كل عقود الخبرة اللي ما لها لزوم. شلون يعني ما فهمت عليك؟ يا ريت توضح لي هالفكرة أكثر. يعني في كم موظف خلصوا مدة خدمتهم من حاله على التقاعد، بس باعتبار تربطهم علاقة جيدة مع المدير العام السابق وقع معهم عقود خبرة مشان يستمروا بالوظيفة. وفي كم واحد ما لهم لا شغل ولا عمل وما لهم موظفين كمان وقع معهم عقود خبرة وشغلهم. طيب نحن بحاجة لخبرة هدول الناس؟ أبدا، عم بيشكلوا علينا عبء على الفاضي. في إمكانية لفسخ عقودهم؟ طبعا مدام، لانه في بند بالعقد بيقول يحق للفريق الاول هو احنا فسخ العقد امتى ما بدنا. عظيم كثير. معناتها من بكره بتعمل لي قائمه باسماء هدول الخبراء وبتكتب لي لمحه عن عمل كل واحد منهم وبتجيب لي اياها. حاضر مدام. غيره استاذ، شو بتقترح علي لحتى يربح المعمل اكثر؟ يعني اول شيء مدام بحاول حسن نوعيه الانتاج. شلون يعني؟ يعني اذا كان معي مصاري فورا بجيب الات جديده للمعمل. برافو عليك، وهذا الشيء اللي لازم كلياتنا نطمح له، لانه حتى نبيع ونربح لازم نقدم الافضل والارخص. من حيث السعر ما بعتقد انه عندنا مشكله، لانه اليد العامله بالاساس عندنا رخيصه، تبقى الجوده، والجوده بدها الات جديده، والالات الجديده بدها مصاري. ايه بس نحن ما معنا ندفع اللي علينا. طيب يا استاذ، اذا بعنا البضاعه الكاسته اللي عندنا ما بتجيب مصاري؟ إذا بعناها بيصير معنا مبلغ، يعني ممكن ندفع الديون اللي علينا ويزيد معنا مبلغ ممكن نعمل فيه شيء. عظيم، معناتها أول خطوة لبناء معمل جديد هو إنه نبيع البضاعة الكاسة اللي عنا. بس عفوا مدام، مين بده يشتريها؟ اللي بالأول، قديش هامش الربح تبعنا؟ يعني حوالي 15%. معناتها لازم نبيع بحسم 20%. بس هيك مدام منخسر فيها. لا يا أستاذ، وأنت الصادق رح نربح. شلون مدام؟ ولو واحد بمركزك يا أستاذ ما لازم يسأل هالسؤال. نسيت دورة رأس المال وفائدة المصاري اللي رح نجنيها من بيع البضاعة واللي عم نخسرها من عدم بيعها؟ إيه بس بكل الأحوال ما رح نربح. لا رح نربح. شلون مدام؟ من الدعاية يلي رح نعملها لمنتجاتنا. إيه بس الدعاية ما رح تربحنا، بالعكس رح تزيد من خسارتنا يا مدام، لأنه حتى لو قدرت الدعاية تخلصنا من البضاعة الكاسدة ونبيعها كلها بحسم 20%، أكيد رح ندفع تكاليف الدعاية. هذا إذا كانت دعاية عادية، على شوفوا هالقماش ما أحلى، شوفوا هالقماش ما أقوى، شوفوا هالقماش ما أنعمه. طيب عفوا مدام، شو نوع الدعاية اللي ممكن تساويها؟ رح أقول لك شو نوعها. شوف يا أستاذ، استاذ موفق شو رايك بفكرتي؟ والله يا مدام ما بعرف شو بدي اقول لك. عفوا. الو. اهلين رامز، كيفك حبيبي؟ وانا كمان اشتقت لك كثير. مزبوط ما في حدا بالبيت، بالمستشفى بابا شوي ما انا مبسوط. لا لا ما تخاف ما في شي، بس أزمة قلبية بسيطة وعدت على خير. ما بقدر أعطيك رقم المشفى، لأنه إذا بابا سمع صوتك هلأ رح ينفعل وتتراجع صحته.
خلص رامز، هو بس يطلع أنا بخبرك وأنت بتخبره بتطمن عليه. طبعاً ما عم بتركه، عم روح لعنده كل يوم. طيب حبيبي ماشي، الله معك، مع السلامة. خير مدام، شو بالوالد؟ هلأ اترك لي الوالد بمرضه وقل لي شلون لقيت فكرتي. يعني فكرة جيدة وما في حدا من القطاع العام قدر ينفذها، بس بجوز تنجح بجوز لا. بكل الأحوال لازم تاخدي قرار مجلس إدارة على تخفيض 20% وموافقة السيد الوزير على هالقرار وقرار الداعية. وهيك رح ساوي، لأنه المليون اللي بعتلنا يا السيد الوزير ما رح يعمل شي. شب الأسمر جنني يا عيوني، تركني عقلي مني. الله الله كلش وقفتيها؟ لأني ما بحب الشب الأسمر، بحب الشقر حبيبتي. أنا بحبه أسمر مأمر. يا خسارة. ليش خسارة؟ مبارحة تقدم لي عريس بيطير العقل، كامل مكمل قبل عيلة وناس ومعه مصاري وبجنن، بس أسمر. لو بعرفك بتحب السمر كنت أردفت لك يا. السلام عليكم. ها ابن الحلال عن ذكره بيبان. أهلين أهلين أبو فاضل. شلونك أنسة غدير؟ مشتاق. قصدي منيحة. إن شاء الله على طول بتضلي منيحة. بشو بقدر أخدمك؟ الست المديرة بعتتلك هدول. شو يسلم يديك. الله يسلمك. شو أبو فاضل، هات لنشوف شو عندك أخبار جديدة. ما عندي شي. لا معقولة تكون بمكتب الست المديرة العامة وما يكون عندك أخبار جديدة؟ أنا لا بسمع ولا بشوف ولا بحكي. يا المرتك عليك، يسلم ايديك على القهوة. ابو فضل ليش واقف؟ فوت ارتاح، بدي شربك قهوة. لا غير مرة ان شاء الله. السلام عليكم. مسكين. خير انس عتاب؟ مين المسكين؟ شوفي واحد مراجع وقابل كرينور ومات. العمى انا رايح اشوف شو القصة. وانا كمان. بعد يا حرام. ايه وانا بدي روح شوف شو القصة. ابو الهد يعني هيك لو سألنا عليه صارت وصارت، بركدم تبدلونا الطاوله تبعنا. طاولتك ما فيها شيء، لساتها جديده. شو صار لها لساتها جديده؟ قال صار لها 3 سنين عندي. ان شاء الله يكون صار لها 3 قرون، طالما جديده ما في داعي نغيرها. هلا هذا جزاتي لانه محافظ عليها، كان لازم اكسرها يعني. ايه شو عليك، كسرها بغرمك بحق واحدة جديده وبجيب لك اياها وبقول لك مبروك. ايه يلا ابو سعيد يلا. ها كمان نفشه عندك مسيب سعيد. يا هيك الطاولات يا عم، بلا تعيش وتهريه بالهنا. الله يهنيك يا حبيبي. الله مبروك استاذ. الله يبارك فيك يا ابو سعيد. شو بك؟ خليه استاذ خليه. قلت له خلي وحطها بجيبته. لا تدق لا تدق يا استاذ، هذه لا تدق، بدنا نعيش. سيدي روح عيش روح عيش. ابو سعيد جيب واحد معك عشان تنزلوا هي الطاوله تحت. اوام يا رب نزلها الحري. جراندازر ما شاء الله حوله. روح سعيد روح. تعال استاذ تعال يلا حبيبي تعال. حطها محل بنت حالك. اخذت سياره من المرآة؟ ما لقيت ولا سياره من المرآة، رحت مشي ورجعت بسوزوكي. دفعت من جيبتك؟ ما من جيبتك، من جيبتي. على مالك غسان؟ من جيبتك. حلوه نكتك كثير صايره. اسحبها لك. مالك اسحبها ديك. لا لا ايوه كمان الله يبارك فيك. لا شو تفوش معنا شوي غسان؟ تفوش كل عزمي بس الارض عم تزحلق. تفوش يا حبيب تفوش. ها اجر يلا كبر كوعك. خود هاي معي طلال. لحظة غسان. ايه ايه صحيح. ان شاء الله مبروك يا ابو الهد. الله يبارك فيك يا ابو الهد الغالي. الرجال بتزين الطاولات مو الطاولات اللي بتزين الرجال. اخ قول للي بيفهم. تفضل. وينو هذا المراجع يلي طق ومعك من كتر المراجعات؟ ليش ما لقيتو؟ لا ما لقينا. معناتها اللي قالي واحد كذاب. يعني انت ما شفتي بعينك؟ ما شفت حبيبتي. شغلي لي ذكائك شوي.
تاني مرة لا بقى تنشري خبر مالك متأكدة منه. رويتار كلهم بحق لهم يحكوا إلا أنت. ليه؟ عمري هاي سهى، سمعتي آخر خبر؟ قال في واحد مات بالمديرية. وبهالسرعة حبة صار يغار عليكي من لفحات النسيم. شو غرتي؟ إلا ما غرت، بس عم بتساءل. هي لا تتساءلي، بعدين يا غشيم الحب ما بده وقت. وانتي متأكدة انه الشعر اللي قايل لك اياه هو اللي كاتبه، ما يكون ناقله من شي كتاب؟ طبعا متأكدة. شو اللي مخليكي متأكدة بقى؟ انتي قريانة كل كتب الشعر؟ لا، بس مبين من نبرة صوته ومن احاسيسه انه هو اللي كاتبه. عجيب. وشو هو العجيب؟ اما كان مبين عليها الموهبة، كان يخجل اللي يطلع فيكي او فيه. شلون طلع الانطلاقة؟ يا حبيبتي الحب يصنع المعجزات. وليش ما انتظر لبكره؟ كنت امنت له سياره. خاف اذا انتظر لبكره تطير الطاوله. عنا بالمستودع يا ست ماجده، هدا الحمام بش طار الحمام. على كل ما مشكله، خليك تو فاتوره باسم حي الله شوفير سوزوكي بالاجره يلي دفعها، ويقدمها للاستاذ شاكر مشان يصرف له اياها. شو عم تفاجئني شوي؟ حي الله شوفير، هيك الشغله بصير فيها تزوير؟ لا فيها تزوير ولا شيء. المديريه ما كثير رح تفرق معها لمين راحت هالاجره، لها شوفير ولا لها شوفير. برافو، والله عم تلاقي حلول للبيروقراطيه. برافو عليكي مجهود. عم حاول. هادي جوعان كثير ولا نمرق لعند بابا على المشفى نطمن عليه؟ من جهه جوعان وراح اموت من شوي، بس كرمال عمي ابوك يعني مستعد موت حالي على الاخير. سلام. على المشفى لو سمحت. حاضر مدام. هادي بدي اطلب منك طلب، الله يخليك. انت ما بتطلبي، انت بتامري امر مجهود. لك ما يامر عليك ظالم يا رب. بدياك بكره اول ما تداوم تاخذ امجد لعند معتمد الرواتب، وتعملوا لي بيانات برواتبكم، وتعمل لي بيان براتبي انا كمان. ليش؟ بدي اخذ قرض على راتبي مشان ادفع فاتوره المشفى، وبدي اياكم تكفلوني. فكره ما يعني كلنا كفلانينك. اوعيك تاكليون علي بوز. شي غريب، مديرة عامة اضربوا اطراح بدها تاخذ قرض على راتبها، مشان شو؟ مشان تدفع كم الف للمستشفى. ايه؟ عيش كثير بتسمع كثير. حاجتك مشي، هلا بتتعب. الدكتور قال لي تمشى شوي بالغرفة. لك يا حبيبي الدكتور قال لك تمشى دقيقتين مو خمس دقايق. الله يخليك ابو رامز، رجع لتختك. خليني اقعد على الكرسي شوي. ايه تفضل. مرتاح هيك تقبرني؟ ايه مرتاح. شو بابا؟ شايفتك تركت التخت؟ كيفك؟ لك بابا مليت من التسطيح على التخت. لا تخاف، بكره رح تترك التخت على الاخر، هلا كنت عند الدكتور وقال لي انه رح يخرجك بكره. يعني خلص طاب؟ هو طاب، بس مو معناتها بده يعيش على كيفه وبده ياكل على كيفه، في تعليمات بده يطبقها وفي دواء بده ياخده. يا عمي انت مالك غريب. ومعزتك عندي يشهد الله بمعزة ابني رامز. الله يخلينا اياك واعز ان شاء الله يا عمي. على هوا ما فهمت من كلام ماجدة انه الدكتور قال انه بكرة بدي اطلع من المستشفى، وطبعا المستشفى بدها حسابها وانا ما معي هلا. بابا من هالناحية ما تعكل هم. خليني كمل كلامي يا بنتي، الله يرضى عليكي. تفضل. بدي منك لك ابني تاخذ قرض بكره على راتبك وتدفع فاتوره المستشفى، وانا بس اتعافى وصير منيح واقدر اطلع برات البيت رح باخذ قرض على راتبي التقاعدي وبدفع لك كل قرش دفعته. عمي اسمع كلام ماجده، مثل ما عم بتقول لك لا تاكل هم الفاتوره، نحن مندبرها، رقبتنا سداد يا عم. كتر خيركم انكم رح تدبروها، بس مالي طالع من المستشفى هون لحتى اخذ منكم وعد انكم تاخذوا كل قرش دفعتوه. ايه شرفي خانوم جاوبي. طمن بابا، اللي بدك اياه رح يصير. يا الله صارت ساعه 4 ولسه ما اجوا، استوى الاكل. الو لك اهلين ماجده، لك شو صار فيكي؟ وينك لهلا؟ مرقت لعند بابا شوي على المشفى مشان اطمن عليه. لا الحمد لله منيح. شو نجوح؟ استوى الكوسة المحشي؟ لك ايه من زمان. هلا انتو قديش بدكم لتصلوا؟ ايه كتير منيح.
معناتها بتاكلوا الكوسه محشي سخن. الله معك. عم بتكهرب من هالسياره انا بتعرف. وانا كمان. اسمعني هذا شوي بدي احكي كلمتين مع الشوفير. اي شو عليه؟ لا معك استاذ. اخرتك اليوم ما هيك؟ ما في مشكله مدام. يعطيك العافيه. الله يعافي قلبك ويخلينا اياكي. على كل انا صارفت لك مكافاه بهذا الشهر مقابل هالشيء. ربي يخلينا اياكي ويعلي مراتبك يا معلمتي. بس انا بدي منك طلب. خدامك مريا معلمتي. انت عن قصد او عن غير قصد سمعت ورح تسمع كل الاحاديث الخاصه بيني وبين جوزي، فيا ريت الشيء اللي بيوصل لاذنك ما يوصل لاذن غيرك. مفهوم مدام مفهوم. يعطيك العافيه. بيخلينا اياك يا استاذي. الله يعافي قلبك. مع السلامه. مرحبا. اهلين. كيفك؟ اهلين. تفضلي فوتي. تسلمي لي، مستعجله كثير. اعطيني محشايات لانه ميتين من الجوع بدنا نتغدى. طولي بالك فوتي، بدي احكي معك شغله. والله ما بقدر، مستعجله. في شيء؟ ايه في شيء. خير؟ طيب فاضيه الساعه 5 تيجي تشربي عندي فنجان قهوه؟ ليش بدي اجي؟ في شيء قليلي احكي. حبيبي بتعرفيها لهي وفاء اللي كانت عندي هذيك المره؟ نعم. يا ستي دقت لي تليفون وطلبت مني انه امن لها مقابله معي، فقولي لي بدك تجي لالا ما بدك تجي لالا ما لا تجي. لا لا بدي اشوفها ولا بدي اسمع صوتها. ولا اقول لك خليها تجي احسن. يو شو اللي غير فكرك هيك بسرعه؟ يا ستي مقابلتي معها ممكن تفيدني كثير، بدي احاول اخذ منها معلومات بدي اياها وعم دور عليها، فاي خليها تجي. اه مثل ما بدك. روح جيب لك طنجره المحشي. ودي على حد علمك انت ابوها لماجدة مسمصر له قرشين؟ يعني قديش معه مصاري؟ كان معه قرشين مناح، بس ساعد فيهم ابنك وماجدة وقت اشتروا البيت. على حد علمي هلا مو بقي معه شيء. ليش يا ترى؟ يوك شو ليش يا ترى؟ رجال مثلي مثله متقاعد، راتبه كلياته 4000 ورا، فاتورة مي بيطير، منين بده يجمع مصاري؟ وشو عرفك انت البيوت اسرار؟ على هو ما فهمت من هادي إنه أم رامز وقت كان بدي يسافر ابنها باعت أساورة حتى سفرته. بقى لو كان أبو رامز معه مصاري كان خليها تبيع أساورة. بعدين أنت ليش عم تسألي الأسئلة كلها؟ بدي أطمن على الجماعة، ما بدي أعرف حصرتي منين بدهم يجيبوا للمستشفى. ستي الله ما بيقطع حدا. معقولة لك أم ماجدة تدفع الفاتورة؟ أوف ليش لحتى ما تدفعها؟ الرجل أبوها. لك تخليك، أنا بدي أسألك سؤال. جاوبتك يلا. لك هلا لو كنت انا بدي اعمل عمليه واجا هادي بده يدفع لي الفاتوره انت بتمنعي؟ هدهد الصغير شيء وماجدة شيء ثاني. ها وشلون بقى؟ هي اشرحي لي اياها. هادي رجال يعني مسؤول وملتزم بالعائله تبعه، اما ماجدة هي مو ملزومه بالعائله شيتا. يعني مين برايك بده يدفع الفاتوره؟ ما في غير ماجدة، ابنك ما راح يقول لا. وليش لحتى يقول لا من اصله؟ يعني انت موافق انه ابنك يدفع الفاتوره؟ طبعا موافق، وبزعل منه اذا ما بيدفع حتى لو بده يتدين مصاري دين. ايه بس انا مالي موافقه. انت حره. طيب طبخه لجارتنا. صحه وهنا، منيح اللي حبيته. بس انا متاكد انه طبخك اطيب. هلا عم ندبر حالنا، بس بعدين ما بقي لك حجه. ان شاء الله بتطبخي بالليل وبتخلي الاكل بالبراد وبتسخني لنا اياه، بس تجي من الدوام وبناكله لاقي حل غير من ايدك ما عاد اكل انا. حاضر. ايوه وانت شلون دروسك؟ عم ادرس بابا، عم ادرس. انا ما بدي اياكي تدرسي وبس، بدي اياكي تدرسي وتستوعبي وتجيبي علامات ممتازه بالبكالوريا. ان شاء الله بابا ان شاء الله. بس شو؟ انتو حرمتوني من المصروف وهالشي عم بيحرجني قدام رفقاتي، مع انه انا مضروبه بحجر كبير لانه انا بنت مديره عامه. ما في مصروف لحتى تتحسن علاماتك. انا مالي موافق على الحكي، قطع المصروف مو هو الحل،